وزير تنخالد سعيد. يعني قبل رمضان كلنا قبل ما الشهر بيجي بنبتدي كلنا نستعد لرمضان، هل ليك طقوس معينة وذكرياتك مع شهر رمضان بقى؟ احكي لنا ذكريات زمان بقى في بيت بقى العيلة والوالد والوالدة لنا طقوس طبعا في شهر رمضان عندنا في بيت العيلة الكبيرة اساسا من قرية الوفائية بحيرة، فلنا طقوس بقى الزينة اللي في الشوارع عندنا. بنحضر لشهر رمضان من قبلي بأسبوعين، أكلات طبعا معينة كلنا بنحبها، لمتنا كلنا أول أسبوع مش أول يوم، لا أول أسبوع لازم كلنا نبقى متواجدين مع بعض. والدي الله يرحمه كان حريص على التجمع الدائم للأسرة، التجمع الدائم إن إحنا نبقى موجودين كلنا مع بعض بصفة مستمرة. وما زلنا بس يعني مش زي زمان. مش زي الأول، مش زي الأول، مش زي زمان طبعا طبعا يعني، بس احنا بنحاول نعوض يعني الذكريات اللي فاتت دلوقتي بحاجات تانية بقى. زينة الشوارع زمان يعني يمكن تكون قلت شوية، موجودة في الأحياء الشعبية بيهتموا بالمواضيع دي جدا، وفعلا طبعا رمضان بتحس طبعا إن هو طعمه طبعا مختلف طبعا تماما، طبعا وكل ما المكان بيبقى يعني ليفل أعلى شوية بتدي بقى ديكوريشن البلكونات الحاجات، يعني طبعا أكيد الأنوار، حضرتك شكل الفوانيس الجديدة غير شكل فوانيس زمان، الأنوار اللي بقت يعني هم يمكن الزينة بقت بشكل نور، فروع نور تحط بطريقة معينة على أشكال الهلال الفانوس، غير زمان برضك كانت حاجات لها رونق طبعا، بس ادينا فيها تطور كنا بنعمل دلوقتي غير كل حاجة الأول بإيدينا طبعا. لو كانت الأول تفتكر. كل حاجة بإيدينا، كانت فعلا فيها ورق الشراشيب اللي هو شراشيب بتاعة الورق اللي بتتعلق دي طبعا كانت بتتعمل، كانت بتتقص بالإيد بالورق أساسا بالجلاد بالورق الملون طبعا طبعا طبعا. كانت الحاجات دي حلوة، بس إن شاء الله يعني نحاول نعوض رمضان ده بإذن الله، نحاول نعيد الذكريات بإذن الله.